طيب شباب، هذا السايت انا حطيت لكم الرابط تبعه، اسمه Math is Fun. تمام، هاي الهوم، يعني انت في عندك انه كيفية التعامل مع الارقام، ارقام حقيقية، ارقام تخيلية، الجبر، ايش المبدأ تبع الجبر، الكالكولس. تمام، الجيومتري، الحساب. تمام، يعني هنا على سبيل المثال خلينا نروح على الجبر بشكل سريع جدا. Basic Introduction تبع الجبر. طبعا البيزك، الفكرة الأساسية أو الهدف الأساسي من الجبر إنه أنا يعني على سبيل المثال في معادلة مثل هاي، إنه أنا أوجد الميسنج نمبر، إيش هو الرقم اللي أنا لما أطرح منه 2 بيطلع معايا 4، فبالتالي عشان أوجد هذا الرقم فلنرمز لهذا الرقم برمز بمتغير وليكن إكس، والإكس الأصل تبعها إنه thing، إنه عندي شيء هنا، واللي أصلا هي الأصل تبعها لاتيني، واللي جاي من الأسباني، واللي جاي أصلا من العربي. تمام، فبالتالي بدنا آلية معينة إنه إحنا نوجد الأنون فاريبل إنه الإكس بتساوي 6. فأنا عندي عدة طرق، يعني هذه إنه هو بقول لك إنه إيش الأصل تبع الإكس، فهنا بقول لك إنه إحنا كيف ممكن إنه إحنا نعمل سولف. فبقول لك السولف انه انا على سبيل المثال انه انا بدي اروح الغي الماينس 2. تمام، كيف بدي الغي الماينس 2؟ بلغي الماينس 2 انه انا اضيف زائد 2 للطرف الايسر، تمام، وزائد 2 للطرف الايمن. تمام، فبالتالي انه هنا ماينس 2 زائد 2 بتتصفر، وهنا انا عندي 4 زائد 2 بتساوي 6، فبالتالي الاكس بتساوي 6. فهي المبدأ تبعها انه انا بدي اصل في النهاية المعادلة هذه بدي احولها للصيغة هذه. طبعا هنا حطيت لك مبررات انه بقول لك ليش احنا بنضيف لكلا الطرفين، يعني هذا هو المبدأ الاساسي تبع الجبر. طبعا هذا الكلام بدنا نستخدمه في حل معادلات. تمام، في حل معادلات خطية، يعني فأنت بيكون أنت في عندك عدة معادلات ممكن من خلالها بعدة متغيرات ممكن إنه أنت تحل هذه المعادلات آنيا. تمام، simultaneous باستخدام الجبر الخطي. أنت عندك معادلة واحدة بمتغير واحد، أوكي بتقدر تحلها لوحدها. أنت عندك معادلتين بمتغيرين، فممكن إنه أنت تحل المعادلات يعني باستخدام الجبر. أكيد إحنا بدنا نرجع للكالكولس. في الكالكولس يعني بيبدأ يشرح لك عن الليميتس، النهايات، إيش المبدأ تبعها، الدريفاتيف. خلينا نروح على الانترودكشن تبع الدريفاتيف. في الانترودكشن تبع الدريفاتيف بيحكي لك هنا إنه السلوب هو بيمثل مقدار التشينج، قديش مقدار التغير في إكس على التغير في واي على قديش مقدار التغير في اكس. تمام، والسلوب انت ممكن انه انت تجيبه ببساطة شديدة بين نقطتين، لما تكون انت عندك نقطتين. تمام، فهي لما يكون في عندك نقطتين تقدر تجيب مقدار التغير في اكس ومقدار التغير في واي لما يكون في عندك نقطتين. ولكن ماذا لو كان في عندي نقطة واحدة هنا وليس نقطتين زي ما هنا؟ فايش الحل في هذه الحالة؟ الحل في هذه الحالة انه انت عندك يعني النقطة، لو انت بدك تجيب الفرق او التغير بين النقطتين، هذا التغير بين النقطة ونفسها هو عبارة عن صفر، صح؟ فبالتالي السلوب صفر على صفر بيطلع انت عندك انفينيتي. فلا، فانا بروح بعمل حاجة اسمها دلتا اكس، وبروح بفرض مقدار تغير بسيط انا عندي في اكس، معنى ذلك وكأنه انا بجيب نقطة مجاورة لإلها قريبة جدا منها، فبالتالي انه بس مجرد انه انا بدي اجيب مقدار السلوب او مقدار التغير. فبالتالي السلوب هو عبارة، لو رجعنا مرة ثانية، انه change in y على ال change، مقدار التغير في y على مقدار التغير في اكس، فلنرمز له ب دلتا اكس على دلتا y على دلتا اكس. تمام، فانا عندي الدالة بتساوي f of x، فالx تتغير من x ل x زائد دلتا x بمقدار ضئيل، وبالتالي ال y بتتغير انه هي كانت في الاصل f x، ايش بدها تصير؟ f x زائد دلتا x.
تمام. فبالتالي انه انا بدي اعبي في الفورميلا هذه اللي هو دلتا اكس دلتا واي على دلتا اكس، تمام. فمجرد انه انا بروح يعني دلتا واي هي بتساوي انه الاف اكس زائد دلتا اكس اللي هو مقدار الواي الجديدة ناقص مقدار ناقص الاف اكس اللي هي قيمة الواي الأصلية، تمام. والدلتا اكس هي خلاها زي ما هي عندك دلتا اكس. فهنا معطي لك مثال انه بقول لك انه اف اكس بتساوي اكس تربيع، ف كيف بده يجيب الاشتقاق تبعها؟ الاشتقاق تبعها انه هنا دخل انا عندي عوض بانه احنا بدنا نجيب التغير، فبالتالي اف اكس زائد دلتا اكس، فبالتالي هنا اكس زائد دلتا اكس انه تربيع اللي هو الاف اكس انا عندي بهذا الشكل. عمل اكس باند، طبعا الاكس باند انتم بتعرفوا لما يكون في عندي اقواس وجمع ايش بيكون، كيف بيكون الاكس باند؟ الاول تربيع زائد اثنين في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع، هاي الاول تربيع اثنين في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع. السلوب فورميلا هيها بهذا الشكل، استبدل انا عندي الاف دلتا اكس والاف اكس هيها بهذا الشكل، تمام. عمل سمبليفيكيشن، انا عندي هنا اكس تربيع وهنا ماينس اكس تربيع، هيها اكس تربيع وهنا ماينس اكس تربيع، بيطيروا مع بعض، ايش بيضل انا عندي؟ 2 اكس زائد دلتا ضرب دلتا اكس زائد دلتا اكس تربيع اللي هي هذه على الدلتا اكس. طبعا انت عندك المقام اللي هو دلتا اكس، ممكن انه انت تقسم هذا البسط ما دام انت عندك زي هيك، فبالتالي هنا بتصير 2 اكس دلتا اكس على دلتا اكس، فبتروح دلتا اكس مع الدلتا اكس، ايش بضل انا عندي؟ 2 اكس. والترم الثاني انت عندك بعد الزائد اللي هو دلتا اكس تربيع على دلتا اكس، بيطير التربيع وبضل انت عندك دلتا اكس. فبالتالي لو خلينا انه الدلتا اكس هذه يكون مقدار تغير ضئيل جدا باتجاه الصفر، فبالتالي انه ممكن احكي انه الديريفاتيف او الاشتقاق او مقدار التغير انا عندي في الدالة صار 2 اكس. لما تكون الدالة اكس تربيع مقدار التغير تبعها تقريبيا بيصير 2 اكس. وعلى هذا الاساس انت ممكن انه انت تطبقه لما تكون في عندك يعني هنا نطبق انه لما تكون انا عندي قيمة الدالة قيم مختلفة، هنا لما يكون انت عندك اكس تكعيب طبق عليها نفس المفهوم، فالاكس تكعيب هي عبارة عن 3 اكس تربيع، تمام. فاعمل لك اياها لدالتين وبعدين اعطي لك ديريفاتيف رولز. انت في عندك قاعدة الاشتقاق لبعض الدوال معروفة، فانت عندك هاي الكومون فانكشن، تمام. ايش الفانكشن وايش الديريفاتيف تبعها، فبالتالي خلاص صارت معروفه، الساين تفاضلها الاشتقاق تبعها كوساين، والكوساين الاشتقاق تبعها ماينس ساين، فهذه كلها انه هي مرت عليكم. يعني هاي الفكره في الموضوع، انه احنا بدنا نجيب السلوب، التفاضل هو بيجيب انه مقدار التغير. فاحنا لو بدنا نرجع للجريدينت ديسنت هنا، انه احنا ايش بدنا نجيب؟ بدنا نجيب مقدار التغير، اسرع مقدار في التغير، ايش هو الاتجاه اللي بيجيب لي اسرع مقدار في التغير، تمام؟ طيب حكيت نيجي نعطي بعض الامثله البسيطه، يعني على سبيل المثال في ماينس لوج الفي. طبعا عشان هيك انا حطيت لك الرابط تبع هذه، ايش الاشتقاق تبع ال V ماينس لوج تبع ال V، ال V ايش الاشتقاق تبعها؟ واحد. واللوج ال V ايش الاشتقاق تبعها؟ واحد على V من قاعدة الاشتقاق. ارجع انت هنا، تمام، شوف لي انه اللوج ايش الاشتقاق تبعها، هاي الاشتقاق تبعها بهذا الشكل، تمام. فبالتالي هنا واحد على ال V، فبالتالي هنا انه احنا بدنا نجيب الجريدينت، اديته لامدا V واحد ناقص واحد على V، ابدالي عندي 2.5 وخلي الليرنينج ريت انا عندي نص، هي شكل الداله انا عندي بالشكل هذا، تمام. وشوف انه هو النقطه اللي جابها تقريبا عند الواحد، يعني عند النقطه هذه، في انت عندك نقطه ادنى منها اللي هي عند النقطه هذه، يفترض انه انت
يعني ممكن انه انت تتغير الليرنينج ريت او انه تغير عدد الايتريشنز عشان يصل للنقطه هذه. مثال ثاني، انت عندك هنا داله فيها يعني الرسمه تبعتها زي ما شفنا انه لما تكون من الدرجه الثانيه او الثالثه والرابعه بيكون فيها عده انحناءات. فتفاضل هذه الداله هينطبقوا انا عندي هنا اللي هو عباره عن 2 في 1 زائد 4 في 2 تكعيب، فبالتالي هذه الاثنين نزلت عندك هنا تمام، صارت 2 في 1، وهذه نزلت هنا وبنقص من الاس 1 فبالتالي صارت 3 في 2 تكعيب. فهي اعطيناها اللامدا تمام. يبقى هنا انا عندي متغيرين، يعني كل الامثله السابقه كنت انا بس استخدم متغير واحد، لكن هنا انا عندي متغيرين اللي هو في 1 وفي 2 تمام. فاديتها الاشتقاق تبعهم بهذا الشكل، بالاضافه لانه الستارت بوينت انا عندي هي عباره عن نمباي اري، عندي الواحد والواحد، والليرنينج ريت هي بوينت 2، والتوليرانس 1 في 10 اس ماينس 8. طبعا الناتج انا عندي هنا حيكون الكوفيشن تبعي انا عندي حيكون 2 دايمنشن، واحد لفي 1 والثاني لفي 2 بهذا الشكل تمام. طبعا هنا الاوردينري ليست سكوير انه هو بنرجع هنا لللينير ريجريشن اللي احنا استخدمناها سابقا، فبالتالي انه هي الداله اف اكس بتساوي بي 0 زائد بي 1 اكس زائد بي 2 اكس 2 الى اخره تمام. احنا حليناها سابقا بطريقه الاس اس ار تمام. فممكن نحن ايش نسوي؟ نعمل بارشال ديريفاتيف بالنسبه لبي 0، بارشال ديريفاتيف للدالة بالنسبة لبي 1، هي تفاضل الدالة بالنسبة لبي 0، وهي تفاضل الدالة بالنسبة لبي 1. أخذت المتوسطات تبعتهم تمام. فبالتالي هنا إنه أنا أديته عرفت الدالة اسمها اس اس ار جريديانت، أديته الاكس وأديته الواي اللي هو الانبوت والاوتبوت، والبي اللي هو الكوفيشنت اللي هو عبارة عن فيكتور تمام. يبقى هنا الريزلت انا عندي بتساوي بي 0 بي اوف 0 زائد بي 1 ضرب الاكس تمام ناقص الواي. طبعا هذا الكلام كله هذه الريزلت. بعدين انا ايش بروح برجع المين تبع الريزلت كيف تكون 0؟ صحيح مظبوط. فانا يعني انا بدي الريزلت اللي بتكون انه لها اقل مقدار، انا بدي المين، بدي اقل مين تمام. فهو حيستخدم هنا في هذه معادله الجريدينت انه انا بدي اجيب اقل متوسط، واقل متوسط اللي هي المعادلات هذه اللي هي المين البي 0 زائد بي 1 اكس ناقص واي، والمين تبع بي 0 زائد بي 1 اكس 1 ناقص واي 1 ضرب اكس 1. فهي هاي التيرمز هدول انه رجع لي اياهم هنا تمام. فهو بده يضلوا انه هو يقلل فيهم قدر الامكان. عمل هنا سمول ادجستمنت. ايش الادجستمنت هذه؟ انه هو عندك هنا ضاف انه اذا كان انه اقل من التوليرانس تمام، وكمان ضاف انه لازم تكون انه هي التايب تبعها انه نمباي اري بهذا الشكل. فبالتالي هنا انه الديفرنس انا عندي كان قبل ما كان انه هو عبارة عن قيمة واحدة، صار انا عندي هو عبارة عن يعني اري. خلينا نعمل كالكوليت للجريديانت، هاي الاكس وهاي الواي. فبالتالي الجريديانت انا اديته انه ستارت بوينت انا عندي نص ونص، والليرنينج ريت ضئيل جدا جدا تمام، وعدد الايتريشنز انا عندي 100,000. فبطلع انا عندي الكوفيشنت اللي هي بي 0 وبي 1، هي القيم تبعتهم بهذا الشكل. فبالتالي انه انا ممكن استخدم الجريديانت ديسنت، انا اديته هنا على يعني اديته اسم داله. فبالتالي هذه عباره عن حاجه في البايثون بسميها انه انت بتدي له كولابل فانكشن، انه انت بتدي له اسم، يعني هذا عباره عن اسم داله. اسم داله وينه؟ هي
عرفناه في السلايد السابقة اللي هو هذه، تمام؟ اللي هي هاي. إيه، لا مش هاي، هاي اس اس ار جريدينت، تمام؟ بس عشان تمام. فبالتالي انا بطلع، انا عندي الريزلت بي 0، هل قد قيمتها، وبي 1 هي هل قد قيمتها. فخلص هي المعادله انا بتطلع انا عندي بهذا الشكل، تمام. لو قررنا هذا الحل بالحل اللي احنا جبناه في المثال السابق باستخدام اللينير ريجريشن بالاسكيلرن، هتلاقي انه الكوفيشنز هذه قريبه منها يعني كثير، تمام. ممكن نعمل امبروف للكود شويه، يعني على سبيل المثال ايش انا ممكن اسوي؟ احط هنا ديفولت فاليو انه النمبر اوف اتريشن انا عندي 50، وبرضه احط ديفولت فاليو للليرنينج ريت، واحط ديفولت فاليو للتوليرانس، واحط ديفولت فاليو للتايب. لو انا بدي امرر تايب ثاني ممكن امرره، ما مررتش خلاص بياخذ الديفولت اللي هو الفلوت 64. فبالتالي هنا، وبرضه هنا بحط يعني بعمل هاندل لكل الاكسبشنز اللي ممكن تصير معايا. يعني على سبيل المثال هذه اسم الكولابل عباره عن جريدينت فانكشن، لو انا ما مررتلوش اسم داله فبالتالي بروح بيعمل رايز لتايب ايرور. لو انا التايب اللي انا مررته مش يعني يعني مش متوافق مع الـ مع الـ التايب تبع النمباي، واحدة من الداتا تايبس تبعت النمباي، ممكن يعمل رايز لايرور، تمام. فهنا بيعمل كونفرت للاكس والواي لنمباي اري، هذه برضو اضافة. وبرضو هنا انه اذا كان السلوب بيساوي صفر، معنى ذلك انه هنا اعمل رايز اذا كان السلوب تبع الاكس لا يساوي السلوب تبع الواي، معنى ذلك انه الاكس والواي ما لهم مش نفس اللينث. يعني بمعنى آخر لو أنا مررت له هنا فيكتور 5 أرقام وهنا مررت له 6 أرقام، ممكن إنه هو يعمل رايز لإكسبشن بهذا الشكل. إيه شو شغلات تانية برضو؟ هذه يعني كلها شغلات ديكوريشن خليني أحكي عنها، بديش أدخل في تفاصيلها كثير، هي موجودة عندك أنت ممكن تطلع عليها، وهي التشينجز كلها مشروحة عندك في نقاط في السلايد هاي، تمام. طيب احنا جربنا من الخلاصه، الخلاصه عندنا انه الاستوكوس الجريدينت الجوريثم في منه عده نكهات ان صح التعبير. في عندك الاستوكاستيك جريدينت ديسنت، هو عباره عن موديفيكيشن للجريدينت ديسنت الجوريثم اللي احنا شرحناه سابقا. في الاستوكاستيك جريدينت بروح بعمل كالكوليت للجريدينت باستخدام راندوم سمول بارت من الاوبزرفيشن بدل ما يعمل من الكل، تمام. هاي معنى الاستوكاستيك. هجيت بمعنى اخر، انت بدل يعني انت لو بدك تستخدمه على ريال داتا، بدل ما انه هو ياخذ يعني كل الداتا بوينت ويحاول انه هو يستخدمها عشان انه هو يوجد اقل ايرور، بتكون هذه اتس تو ماتش انه هو يدور في كل هدول المتغيرات ويدور في الدايركشن اللي بيؤدي لاقل انحدار او اقل ايرور. فايش بروح بسوي الاستوكاستيك؟ يبقى الاستوكاستيك هو عباره عن نكهه من الجريدينت ديسنت الجوريثم. ايش بيسوي؟ بدل ما ياخذ كل البيانات بروح ايش بيسوي؟ بروح بياخذ راندوم سامبل. هذه النكهه الاولى. النكهه الثانيه أو التعديل الثاني بالألغوريثم هو عبارة عن تعديل للاستوكوستيك اللي احنا شرحناه سابقا. هو ايش بروح بيسوي؟ بدل ما يعمل استيميت للجريدينت كلهم لكل اوبزرفيشن، تمام؟ يعني بدل ما ياخذ انه هو كل الاوبزرفيشنز هدول ويعمل استيميت للجريدينت تبعهم، بروح بعمل لكل اوبزرفيشن على حدة، وبروح بعمل ابديت للديسيجن فاريبل اكوردنجلي، عشان هيك سموه اونلاين،
متخيلين معايا؟ يبقى انت عندك هنا هاي الداتا سيت تبعتي، هذه كلها الداتا سيت تبعتي. في الجريديان ديسنت ايش بنسوي؟ بروح باخذ بعمل استيميت للكوفيشن تبعتي باستخدام البيانات هذه كلها، تمام؟ يعني هنا بستخدم هذه البيانات كلها. في الاستوكاستيك جريديانت ديسنت بروح باخذ بارت من البيانات بشكل عشوائي، تمام؟ وبعمل عليها استيميت، تمام؟ خلي اتجاهات الاسهم يعني ولا عشان كيف؟ صحيح، لانه هذه يعني انه اتس تو ماتش كومبلكس، فبالتالي انه خلص ممكن احنا ناخذ يعني سامبل من البيانات. هجيت الاونلاين ستوكاستيك جريديانت ديسنت هو عباره عن تعديل للالجورثم هذا، تمام؟ ايش بروح بسوي؟ بدل ما انا اخذ كل ال 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 يعني السامبل هذه اللي انا بشتغل عليها، بدل ما اعمل استيميشن لإلهم وبعدين بعمل ابديت للكوفيشن تبعتي، لا بروح باخذ اول اوبزرفيشن، تمام؟ وبروح بحسب ايش هو اتجاه الايرور، حسبت ايش هي مقدار الكوفيشن في الخطوه الجديده، وبناء على الليرنينج ريت بروح بعمل ابديت للكوفيشن، بعدين بروح باخذ الخطوه الثانيه وهكذا. فبالتالي انه بصير تحديث للكوفيشنت خطوه بخطوه، مش انه الكوفيشنت انه انا عندي يعني الفاينل كوفيشنت انه هو بروح بحسبها انه بعد ما انه هو يخلص. كيف؟ ماشي، بتاخذ وقت اطول، لكن انه الفائده تبعتها انه انه بيساعدك انه انت توجد الجلوبال، معنى ذلك انه انت ممكن انه انت تغير التوجه تبعك، بدل ما انه انت بعد ما تخلص من السامبل هذه وتقول انه هاي الفاينل كوفيشنت، بتكون اتس تو ليت انه انت تغير الاتجاه تبعك. بينما انه انت وانت ماشي صار انت في عندك تغير في مقدار النقصان او في الزياده، معنى ذلك انه انت ممكن انه انت تغير الاتجاه تبعك بشكل مباشر، هيك بيكون افضل يعني، خاصه لما يكون في عندك يعني الفانكشن انه هي تكون كونفكس، فبالتالي انه بيساعدك انه انت توجد الجلوبال. اي نعم الكوست اكثر، ولكن انه هو مجرد المتعديل. هجيت الباتش ستوكاستيك جريدينت عشان انه هذه الكوست تبعتها انه كثيره، فايش بدنا نسوي؟ بنروح ناخذ حل بين البينين، بدنا نجمع بين الستوكاستيك جريدينت ديسنت الجورثم وبين الاونلاين. فايش بنروح بنشتغل؟ بدل ما اشتغل على كل البيانات بشتغل على جزء من البيانات، ايش بسميه؟ باتش او ميني باتش، تمام؟ وهذا بوبيلر بشكل كتير كبير. انت عندك في النيورال نتورك انت راح تلاقي انت عندك باراميتر انت محتاج دائما انه انت تحطه اللي هو الباتش سايز، تمام؟ اذا انت اشتغلته في التنسر فلو هتلاقي في عندك باراميتر لازم انه انت تحطه انت عندك في الفت. ف هذا الباراميتر يعني تنسور فلو موديل فيت. ارجع دائما للدوكيومنتيشن، تمام؟ شوف لي هنا ايش في عندك باراميترز. أعتقد إن هي مش في الفيت، إنه هي باتش. تنسر فلو باتش سايز،
انا بحاول الاقي بالضبط. يبقى هنا انت عندك في التريننج داتا انت بتحاول انه انت تعرف الباتش، فبالتالي انه الباتش سايز محطوط انت عندك هنا بتاكت باري رو انت عندك كباراميتر. تمام، الباتش سايز الادفايس يعني انه بقول لك انه انت بدك تختار كم بحيث انه هو يكون كافي في استكشاف الاتجاه اللي بيؤدي لاقل ايرور، وهذه صرنا متخيلينها كويس صح؟ تمام؟ وفي نفس الوقت انه انت بدك تختار حجم مناسب يكون فت في الذاكره انت عندك، بمعنى اخر ما تختارش انت عندك باتش سايز انه يكون اكبر من الذاكره تبعتك او اكبر من نص الذاكره، يعني ممكن انه يكون انت عندك يعني راح يسبب ثقل كتير كتير كبير في عمليه التريننج، فانت بدك تختار انه يكون حجم مناسب انت عندك بالنسبه لحجم التنسور ديتا انت عندك. فبالتالي هنا بصير ابديت للجريديانت بناء على الباتشز، فبالتالي انه بصير تقسيم. انا عندي الداتا سيت هيها كمان مره نرسمها، فبروح بتم تقسيمها لمجموعه من الباتشز، خمسه باتشز على سبيل المثال، هاي بي 0 هاي بي 1 بهذا الشكل. فبالتالي انه هنا بتصير انه انت بتستخدم هذا الكلام عشان انه انت تعمل استيميت للكوفيشنت. تمام، وبعدين تعمل ابديت للكوفيشنت بناء على هذا الكلام. لو انت ماشي في الاتجاه الصحيح عندك فرصة انه انت تغير الاتجاه تبعه، لو انت ماشي في الاتجاه الغلط في عندك فرصة انه انت تغير في الباتش اللي وراها وهكذا. فبالتالي انه هذه الخوارزمية تمام او هذا التعديل يجمع بين الادفانتج تبع هذا والادفانتج تبع هذا. تمام، لا الاتريشن انه انت في النيورال نتورك تحديدا الايبوك هي عبارة عن انه انت بتلف لفة كاملة على البيانات، على كل البيانات. الباتش انه انت بتلف انه انت عندك على جزء من البيانات. انت عشان تكون انت عندك الامور واضحة خليني اوضح لك اياها في الرسمة هذه. هذه الرسمة أوضح. يعني أنت عندك الإيبوك إنه هو يعني في التنسر فلو تحديدا. تمام، إنه أنت عندك في الفيرست إيبوك ممكن تكون إنه مقسمة لكذا إتريشن، والإتريشن انه فيها كذا باتش، ممكن يكون باتش A1 A2 B1 B2 C1 C2 وهكذا. تمام، فبالتالي انت عندك في كل iteration ممكن تستخدم الستوكاستيك جريدينت ديسنت اوبتمايزر. تمام، وبعدين بعد ما تخلص ميني باتش ممكن، مش احنا حكينا انه ليش سمى هذه A1 و A2؟ لانه هي عبارة عن ميني باتش بالنسبة له، فهنا بيعمل ابديت للباراميتر بهذا الشكل. نعم، ماشي. ما هو بعد كذا من iterations انه بصل للويتس اللي بتجيب له فعلا اقل ايرور. يعني هو يعني في الاول انت عندك على سبيل المثال في النيورال نتورك، تخيل معايا انه هو انه انت عملت الراندوم ويت راح طلع لك البريدكشن غلط، بقول لك عدل في الويت. تمام، هجيت التعديل تبع الويت انت بتروح بتطبقه على النكست داتا ايتم مش على البريفيوس. ممكن يعني التعديل هذا انت صححت الويتس عشان انه انت تجيب البريفيوس
داتا انستانس انه التارجت انه الواي تبعه تكون كوريكت صح، لكن احنا ايش بنسوي؟ بنروحش نرجع نحسب، لا بنروح بنكمل الويت الجديده، بنحسب الايرور تبعها على النكست اكزامبل. هلقيت هذا الكلام في الاول حيكون انه اداؤه سيء جدا، لكن مع الوقت انه هو بيتحسن. لا في الايتريشن الثانيه انه هو بيرجع بالضبط. اه صحيح، فهي لو فيها ايرور بروح بعمل ادجستمنت للويتس بحيث انه هي تكون لغايه لما يجيب الايرورز اللي بتكون انه بتجيب لي اقل ايرور مع كل الداتا سيت تبعتي. كيف؟ صحيح، بدك تقسمها لباتشز انه لما تكون البيج داتا زي هيك. او انت سؤالك شيء ثاني؟ نعم. طيب هاي تلاحظ الامبلمنتيشن كل المناطق اللي انت عندك هايلايتد هنا تمام هي التغييرات، بحيث انه انت نعمل امبلمنتيشن للميني باتشز في الاستوكاستيك جريدينت الجوريثم تمام. فهنا بتلاحظ انه انت عندك هنا عرف في المنطقه هذه من الكود انه هو الباتش سايز تمام. فالباتش سايز انه هو لازم يكون الفاليو تبعته بين الزيرو وبين النمبر اوف الاوبس اللي هي عباره عن ايوه بياخذها في المنطقه هذه تمام. فهنا بروح بمر يعني بمر عليهم باتشز باتشز يعني جزء جزء مش كلهم، بمر عليهم في اتريشن واحدة تمام. طبعا بدك تعمل تيست للامبلمنتيشن هذا، هي التيست هنا موجود، فبالتالي انه هي الاس اس ار، فبالتالي انت تقريبا اعتقد انه انت وصلت لنفس النتيجة، وهي الراندوم ستيت انت مررتها بهذا الشكل. في عندي باراميتر ثاني غير الليرنينج ريت اسمه المومنتم تمام، والمومنتم موضوع عشان يعمل كوريكت للتأثير تبع الليرنينج ريت تمام. هذه شغلة ثانية غير الديكي اللي انا حكيت لك اياها. الديكي حكيت انه انه انت بتبدأ بالليرنينج ريت عالي، وبعدين انه انت تنزل في القيمة تبعته عشان انه انت ما تضلكش تعمل فلكشويشن، لكن هذه انه التأثير تبع الليرنينج ريت بتحاول انه هي تقلل منه يعني قدر الامكان، بحيث انه هو تخليه في الاتجاه الصحيح. طيب وين بدخله؟ بدخله في معادلة الديفرنس اللي هي الابديت انا عندي، فبالتالي معادلة الديفرنس وينها؟ هاي الديفرنس احطه انه هو بيساوي صفر هنا، وهنا دخل الديكي انت عندك هنا عشان انه تكون واضحة عندك، فبالتالي انه الديفرنس بيساوي الديكي ريت ضرب الديفرنس ناقص الليرنينج ريت ضرب الجراد تمام. هذا موجود انت عندك هنا على السلايدات، وحورجي لك اياه على النوت بوك هنا، لقيت حشغل لك اياه سريعا. تمام، يبقى الديكي ضرب الدف هو عبارة عن المومنتم أنا عندي تمام، والماينس ليرنينج ريت ضرب الجراد هو عبارة عن الامباكت تبع الكرنت جريديانت أنا عندي. طيب آخر حاجة بنشوفها إنه كيف الامبلمنتيشن تبع الجريديانت ديسنت الجوريثم في الكيراس أو في التنسر فلو. أنت في عندك عدة اوبتمايزر أنت ممكن تستخدمهم تمام، وهي التعريف تبعه زي ما شفنا عندك زي هيك تمام. فهنا انه انت بتطلب انه من الاستوكاستيك جريديانت ديسنت انه هو يعمل مينيمايز لكوست فانكشن تمام، وعدد الاتريشن هنا 100، فبطلع لك انت عندك الريزلت اللي هي الكوفيشنت انت عندك. يبقى هذا الكوفيشنت وهي الايرور انت عندك بهذا الشكل. طبعا
في عندك يعني حتلاقي انت عندك العديد من الالجوريثمز في الكراس والتنسر فلو دوكيومنتيشن، فانت ممكن تشوف يعني في الارتكل هذا انه ايش الاوبتمايزيشن الجوريثمز المستخدمه في التنسر فلو والكراس، ورجيتك اياهم انا في الدوكيومنتيشن. تمام، هيك احنا بنكون خلصنا. ضايل اخر جزئيه متعلقه ب بالكود. لا سريعا سريعا يعني ما تقلق الله. كيف؟ أكيد حقول لك على يوم الثلاث ساعات بس. تمام؟ طبعا الأكواد اللي موجودين عندكم في السلايدات موجودة هي، يعني هاي الامبلمنتيشن زي هيك. تمام؟ هاي الامباكت تبع الليرنينج ريت اللي أنت شفته في السلايد هي موجود هنا. هاي لما كان الليرنينج ريت 8.8، هي كان لما كان 0.05، قديش الفاليو هنا وقديش الفاليو هنا على الجيت هاب. نعم، وهنا انه هي الداله هذه اللي هي انه اللي احنا جربناها اللي هي في 4 5 في تربيع ناقص 3 في، انه هي عملنا التفاضل تبعها بهذا الشكل وجربنا الليرنينج ريت. تمام، وهي الفي ناقص اللوج تبع الفي، هي الجريدينت تبعها موجوده. هي الاوردينري ليست سكويرز كلها موجوده هنا الامبلمنتيشن تبعها. تمام، وهي المثال مطبق على هذه، وهي الكوفيشنت طلعها، هاي الامبروفمنت للكود. طبعا شرح لك كل لاين هو ايش الامبروفمنت اللي عمله بالتفصيل. هذا الامبلمنتيشن تبع الميني باتشز في الستوكاستيك جريدينت ديسنت، هذا الكود كله. تمام، وهي التجريب تبعه، هاي المومنتم لما ندخله انا عندي كبراميتر جديد، عدل الكود بس ضاف موضوع المومنتم والراندوم ستارت فاليو. تمام، هاي الجريدينت ديسنت ان كيراس وتنسر فلو اخر حاجه احنا حكينا عنها. انت ممكن تستخدم اي واحد من هدول الاوبتمايزرز. تمام، وهي انت ممكن انه انت تعرف ستوكاستيك جريدينت ديسنت من الاس دي جي اوبتمايزر الموجودين في الكيراس، تعطي له الليرنينج ريت وتعطي له المومنتم. تمام، تدي له الفاريبل كانبوت وتدي له الكوست فانكشن. تمام، ايش المطلوب انه يعملها مينيمايز، وتقول له هنا انه مينيمايز باستخدام 100 ايتريشن، وتطلع انت النتيجه انت عندك بهذا الشكل. تمام، فهي الاكواد انت عندك برضه موجوده عندك هنا. باقي كيف انه احنا نبني نيورال نتورك باستخدام التنسور فلو، خليها للمحاضره الجايه. تمام، هاجيت أقول لكم إيش مطلوب المحاضرة الجاية.